مرسلا أحمدا للورى نورا. يا مرسلا أحمدا للورى بالحق أرسلته هاديا بالحق أرسلته هاديا ومبشرا ونذيرا واتخذت من الحمد اسما فكان محمد واتخذت من الحمد اسمه فكان محمد وجعلت ذكره في الكتاب مسطورا. يا سيدي رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له وحق جالك إنني بك مراد والله يعلم أنني أهواك أنت الذي ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المصين قد جاء بالذنب يستغفرون الله بالذنب يستغفرون